قمنا اليوم طبعا بزيارة ميدانية إلى قضاء الشيخان وزيارة المركز الصحي في مركز صحي طاق ميكائيل. هذا المركز طبعا الذي يقدم الخدمة الطبية لما يقارب من 20,000 نسمة من قرى شويرج وقرى طاق حرب وطاق ميكائيل وكويكان وعدد آخر من القرى. طبعا المستوى الخدمة الطبية هو حقيقة لا يرقى إلى حجم المواطنين وحجم الأهالي الذين يراجعون هذا المركز. طبعا هناك أو شخصنا نقص كبير في الكوادر الطبية وكذلك شحة في الأدوية المهمة خاصة الأدوية المنقذة للحياة وكذلك في المصول الهامة مثل المصل المضاد للدغة العقرب والأفعى وكذلك لموضوع الأدوية المنعشة للقلب والتي تعطى في الحالات الطارئة. طبعا سوف نقدم كشف ومطالبة دستورية، مطالبة نيابية، مطالبة قانونية إلى وزارة الصحة وإلى السيدة الوزيرة من أجل أولا تغيير عنوان هذا المركز الصحي من مركز صحي فرعي إلى مركز صحي رئيسي، وأيضا تزويد أو رفد هذا المركز بالكوادر الطبية والطواقم الطبية. المركز يحتاج إلى طبيب، يحتاج إلى طبيبة، يحتاج إلى كادر صحي نسوي، إلى ممرضات، لأنه حقيقة المنطقة هي اعتماد الكامل على هذا المركز. نشكر زيارة الدكتور فارس البريفكاني إلى قاطعنا وإلى مركز صحي القرية، ورأى بعينه وأم عينه ما شاهده ورآه من نقص في الأدوية والكادر الطبي، وعلما أن المركز هو بحاجة إلى هذه لأن المركز يخدم منطقة كبيرة، عدد سكان المنطقة ما يقارب 20,000 نسمة، وبحاجة ماسة إلى كادر طبي وإلى تحويل المركز من فرعي إلى رئيسي لخدمة المنطقة ولصالح العام. أوعدنا بكثير أمور إن شاء الله راح يقدمها للمركز وللمنطقة، تطوير المركز الصحي، والرجال هو يعني من عائلة معروفة، ووعدنا بكثير أمور راح يوفرها للمركز الصحي هذا بتحويله من مركز يعني مبسط إلى مركز رئيسي. وحجي شو النقص اللي حطوا؟ والله النقص عندنا شحة بالأدوية باللقاحات، يعني مرات يعني نوع اللقاحات مثل عندنا اللائمة لدغة العقرب الأفعى المصل هذا، فصير عندنا يعني صعوبة بي، وتدري احنا بقرى يعني من الصعوبة الوصول إلى القضاء أو لدهوك. يعني ذاك اليوم صارت عندنا حالة تأخروا بيها مجرد يعني وقت بسيط، شهر نايم بالمستشفى وصارت عندهم مضاعفات.